سيادنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد العرض جديد كتواجد في مدينة حد سوالم في الطابق الأول قريب من جميع المرافق العمومية. تبارك الله ما شاء الله، هاد الشقة هادي عندك 104 كلها رخام، 3 غرف ومطبخ وسيجور وبجوج الحمامات. تبع معايا الفيديو حتى الآخر، غادي نطق شقة فنية وفي الشارع والثمن غير 66 مليون وقابل للتفاوض. تفضلوا معي. المدخل ديال الشقة اللي هو هذا كنت واجدو في مدينة حد سوالم قريبة من جميع المرافق الضرورية. المدخل أبواب ديال تركيا، نخرجو عندك الدروج رخام والأرضية ديال البارتمان هي رخام فيها 104. المدخل اللي هو هذا كنلقاو الابواب ديال تركيا، على اليمين كنلقاو المطبخ، صراحة خدمة نقية. عندك بلاصة الثلاجة، رخامة جالاكسي مع الفران الكاسري ليهوت، عندك الشرجم ديالو كيشوف لاكور، حاليا لي أنفاس معنا هو سويت بارونتال. على اليسار كنلقاو لاصال دوفا، الصالون اللي هو هذا تبارك الله ما شاء الله، ليجا كبير، الدار كلها بالرخام، الشمس مشمسة تبارك الله. عندك لي سبوت اللي في البلافو، الكاب سامبل بالسباق ديال الخيال. لاكور اللي هو هذا حاليا، بلاس تي في، المدخل ديال التيراس هو هذا، الغرفة الأولى هي هذه طيب السباق ديال الخيال. هاد الشقة قرب شوية كتبع لمدينة الدار البيضاء في 20 دقيقة، صدر حال طماريس ضرب 10 أسراف ديال الدقيق. لاكور هو هذا، بالنسبة لهاد الشقة هادي فيها 104، الدوزيام طرواسير كتلقى فيها 88 مترو، تبارك الله ما شاء الله. غادي ندخل نشوفو الغرفة ديال الوليدات هي هادي، عندك جوج باركوات واجهة مراكشية، الأرضية مخدومة بالرخام تبارك الله ما شاء الله. هنا كيعطي واحد تشوف واحد النظرة ما شاء الله. كما شفنا الغرفة الثانية، غادي نمشيو نشوفو الصالون والسويت باغونطال، ومازال لينا الحمام الرئيسي. الصالون اللي هو هذا غير 66 وقابل للتفاوض. صالون اللي جا كبير ما شاء الله، عندك واحد لينيش نايل اللي عطي واحد إضافة فنية.
سويت باغونطال اللي هو هذا طيب الصباغ ديال الخيال. تاي عندك الباركو قد مخدوم بجنيش كومباكتون بلاكار الدوش اللي هو هذا أرضية هي بالرخام يمكن لك تسيباري الدوش بالجاج مجلس البلافو الحمام الرئيسي اللي هو هذا تو يمكن لك تسيباري بالجاج اخواني هذا هو العرض ديال اليوم كنتمنى لكم التوفيق الله يزخر الجميع واحبكم في الله الله يعاونكم.